كم صار لك تبي تضعف؟ حط نفسك بمكاني واكتشف اني اعاني، لو سؤالك ما له داعي تكفى لا تكرره ثاني. مع عريسنا ما تبون بيبي؟ ما نبي هالأسئلة، لا لا اللي حدا مخجلة، لا لا الخصوصية عزيزة ما له داعي البلبلة، لا 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 لا. لو فضولك عني زاد اسأل بأسلوب جاد، خلها بيني وبينك احنا في صالة مزاد. من كلامك تحدد مقامك وتحجز مكانك في وسط البشر، من كلامك تبان الأناقة بحلو اللبقة تزيدك قدر، من كلامك تطيب حضورك ولو في غيابك يطيب الذكر، من كلامك أثر.